عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع وفد شركة يازاكي روب ليمتد اليابانية لمتابعة موقف مشروع تصنيع ضفائر السيارات في محافظة الفيوم الذي بدأت أعمال الإنشاءات به بعد حصول الشركة على الرخصة الذهبية. تبلغ استثمارات هذا المصنع 30 مليون يورو، جميعها استثمار أجنبي مباشر. جاء ذلك عقب ساعات من وضع حجر الأساس لمصنع شركة يازاكي اليابانية لضفائر السيارات بالفيوم. في هذا الإطار أكد رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة لهذا المشروع من أجل سرعة التنفيذ في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أنه وجه على مدار الفترة الماضية بتسهيل إجراءات تخصيص الأرض الخاصة بالمشروع في محافظة الفيوم لتكون أول منطقة حرة خاصة بالمحافظة. كما شدد مدبولي على أن الحكومة تولي أهمية قصوى لدور القطاع الخاص في خططها التنموية، موضحا أن مصنع شركة يازاكي الضفائر السيارات في الفيوم يسهم في توطين مشروعات تصنيع مكونات السيارات بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، من أبرز هذه القرارات الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023 والخاص بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم والمقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. شاركت مصر للمرة الأولى في اجتماعات تجمع البريكس بعد انضمامها كعضو عامل اعتبارا من الأول من يناير 2024. جاء ذلك خلال مشاركة مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف وممثل مصر لدى البريكس في اجتماعات الممثلين الشخصيين لقادة دول البريكس السفير راجل إتريبي، والتي عقدت في موسكو في أواخر شهر يناير بحضور السفير نزيه النجاري سفير مصر لدى موسكو. كما أوضح مساعد وزير الخارجية أن الاجتماع شهد استعراض الرئاسة الروسية للبريكس الملامح الرئيسية لخطة العمل والتي أعدتها للعام الجاري، وصولا إلى قمة البريكس 16 والمزمع عقدها في شهر أكتوبر من العام 2024 في مدينة كازان الروسية، وأن الدول الأعضاء قدمت رؤيتها حول الأولويات التي يتعين التركيز عليها في الفترة القادمة. بحث وزير البترول طارق الملا مع رئيس تنفيذي لشركة أباتشي العالمية جون كريسمان خطط وبرامج عمل الشركة لتكثيف عمليات الحفر والاستكشاف في البترول والغاز الطبيعي وعمليات التنمية المخطط أن تنفذ خلال العام الحالي، بالإضافة إلى خطط الشركة التوسعية في مصر برغبتها في الحصول على مناطق استكشافية جديدة في الصحراء الغربية. وتم خلال اللقاء استعراض الخطة الطموحة للشركة خلال العامين الماليين الحالي والقادم، والتي تتضمن حجم أنشطة مكثفة لعمليات حفر الآبار. وفي هذا الإطار تم التأكيد على أهمية الإسراع في برامج حفر الآبار الجديدة في إطار استراتيجية الوزارة التي تولي أهمية قصوى لزيادة الإنتاج البترولي. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط تحت وطأة النشاط الاقتصادي الضعيف في الصين أكبر مستورد للخام، لكن مكاسبها الشهرية منذ سبتمبر الحالي لا تزال تلوح في الأفق، ومع تأجيج التوتر الحاصل ما بين الجارتين وفي الشرق الأوسط بشأن المخاوف من إمدادات الغاز والبترول.
هذا وتراجعت العقود الأجل الخام برنت بنسبة 1.21% لتسجل 81 دولار و87 سنتا للبرميل. بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط فقد وصل وسجل 1.93% ليسجل 76 دولار و32 سنتا للبرميل. هذا وتراجعت كذلك أسعار المازوت عالميا هي الأخرى بما نسبته 0.6% لتصل وتحقق ما قيمته 2.77%. الغاز الطبيعي هو الآخر تراجعت نسبته إلى 1.45% ليصل ويسجل 2.11%. أظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية انخفض بنسبة 3.7% في الربع الرابع، وهو انخفاض للربع الثاني على التوالي، حيث أثر تراجع الأنشطة النفطية على النمو الإجمالي. وأظهرت تقديرات أولية من الهيئة العامة للإحصاء أن اقتصاد المملكة انخفض 0.9% في 2023 متأثرا بالقطاع النفطي، بينما نمت الأنشطة غير النفطية 4.6% في العام الماضي.